معانا ضيف مستر احمد شاهين مؤسس شركه كومباس للتدريب اند سيرتيفايد ترينر كوتش. اتفضل معانا شاهين. السلام عليكم. طبعا اولا بشكرك طبعا على اللقاء الجميل دوت. انا طبعا بشكر كل الحضور اللي لبوا دعوه انجينيرنج تراكس، لكن كمان مبسوط ان شركه انجينيرنج تراكس مثلا في وسط الظروف دي عامله نجاحات وعامله شغل كويس قوي. ايه بقى اللي في ايديك تقدر تعمله؟ دي السيركل اوف انفلوينس، دي دايره التاثير. هي ايه اللي احنا محتاجينه علشان نبقى سعداء؟ علم، محتاج مهارات، محتاج مايند سيت او طريقه تفكير، صح؟ ده الهدف الكبير من الكتاب اللي الراجل ده عمله. وقد يصل بينا الامر في بعض احيان انك معاك شويه حاجات غيرك بيتمناها، يعني اوريدي ممكن اللي حواليك يبقوا نفسهم يبقوا مكانك لحظه. انا بنجح انجينيرنج تراكس هنا وانا باخد منها ده، واحنا الاثنين بننجح عشان نوصل لده. دي حته مهمه قوي.